فرق اكتر من كده. الامور لازم يتعاد لما هتاجي كل حاجة ممكن الاتفاق عليها. ندخل في مشاكل كل يوم وتاني بكرة هنختلف على سين وعلى صاد، مش عايزين. احنا لابد يكون في هناك نوع من التوافق. انتوا بحكم وجودكم وانا عارف تأثيركم في وسط المجموعة، ارجو انكم تتبنوا هذه الفكرة. والله ارجو الكلام ده بنحصل والله واحنا متفقين عليه. طبعا احنا في انتظار ولاده ونفس الافكار والله بنتكلم ماشي بجد. وعشان كده احنا موجودين النهارده بالفعل يعني. الميدان ده هو اللي بيجيب المكاسب للثورة. طبعا ايوه والله احنا متفقين. والله احنا موجودين. والله العظيم الناس دي اللي البعض بيسميهم بالبلطجية، احنا عارفين ان في ناس فين دخل كل بس احنا لما نبقى كتير مع بعض هنقلل دول. المشكله كده، المشكله دلوقتي لما في فصيل خرج بره ودخل ناس تانيه بقى العدد القليل من الفصيل او من الفئه اللي هي سموها زي ما تسموها بقى عددهم كبير وبان لما كنا مع بعض. طبعا بان. ما هو انت نفترض ان احنا 100 شخص كويس، كنا 100 شخص بقينا 60 و40. لا حتى انا بفترض ان ال 40 دول مشوا فدخل خمسه اتضموا على الخمسه اللي كانوا موجودين فبقوا باينين. فهو ده الخطر. فارجو ان احنا نرجع تاني. انا كنت مع الدكتور كمال الهلباوي من شويه واتكلمنا في نفس النقطه دي. الراجل حقيقه يعني راجل فاهم جدا، وانا اظن ان شاء الله من غير مقاطعه احنا متفقين في يعني نرجو ان الاتجاه ده الخطوه اللي جايه يا استاذ. نعم الخطوه ان شاء الله اللي جايه بقى.